اللاجئون والمساعدة الطبية. في ألمانيا لكل فرد حق في الدواء والعناية الطبية، وهذا يشمل الأشخاص الذين فروا إلى ألمانيا، ويشمل اللاجئين ولا سيما من خلال الفقرة الأولى والرابعة والسادسة من قانون طلب اللجوء. وهذا يعني بالطبع سيتم دعم الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع ثمن المساعدات الطبية من قبل الدولة الألمانية فيما يتعلق بمسائل الرعاية الأساسية. ومن خلال هذا المقطع القصير سوف نخبركم أي نوع من الرعاية الطبية يحق لكم كلاجئين وأين يمكنكم الحصول عليها. هناك أكثر من 20,000 لاجئ يعيشون رسميا فيما يسمى بمراكز الاستقبال الأولي، والذي يختصر بEA في هامبورغ. ولضمان الرعاية الطبية هناك طبيب عام في كل مركز استقبال، وتفتح أبوابها للجميع، النساء والرجال والأطفال، وتقدم المساعدات الطبية مجانا بغض النظر عن حالة اللجوء. ولقد التقينا بالطبيب مصطفى فهمي، والذي يعمل في مركز الاستقبال بفيهلمسبورغ بشكل أسبوعي. نحن نتعامل مع جميع المرضى، خصوصا السوريين والأفغان، وهناك قائمة حيث يتم تسجيل اسم المريض من قبل الحارس الأمني، ويتم التعامل معهم من حسب من يأتي أولا. في ألمانيا عادة يتم تحديد موعد الطبيب من خلال إجراء مكالمة هاتفية أو من خلال زيارة مكتب الاستقبال وتحديد موعد، ومن ثم يجب على المريض الانتظار حتى يقوم الطبيب باستدعائه. هذه غرفة الطبيب. مساعد الطبيب يجلس هنا، الذي هو بالعادة ممرضة ممارسة أو ممرضة مشفى، ويمكن للمرضى الجلوس هناك. قد يكون هناك أيضا مترجم بالطبع اعتمادا على اللغة المطلوبة. هناك مقعدان للطبيب وربما لطبيب آخر تحت التدريب. إذا كان لديك أي مشكلة، يجب عليك أولا الذهاب لرؤية طبيب المخيم. الناس يأتون إلى هنا يعانون من التهاب في الحلق والسعال والبلغم، والكثير منهم أيضا يعاني من مشاكل في المعدة، في حين أن بعضا من هؤلاء يعانون من مشاكل بشكل مستمر، ظهرت لهم تلك الأمراض في المخيم، والكثير منهم لديه أسنان سيئة، حيث أنهم يعانون من آلام حادة في الأسنان، ويحتاج الكثير من المسنين قياس ضغط الدم وقياس نسبة السكر في الدم بشكل دوري. وحتى يتسنى للطبيب مساعدتك بشكل جيد، من المهم أن تشرح وتظهر له على وجه الدقة أين كنت تشعر بالألم. ويوجد عادة بعض المترجمين في مركز الاستقبال الأولي للمساعدة في التواصل مع المريض، وهؤلاء يستدعون التشاور لساعات مثل الأطباء، ويتم وضع النتائج في ملف خاص. وفي حين انتقال قضية المريض إلى مكان آخر، يمكن الطبيب المخيم منحهم الملف لكي يأخذوه معهم إلى الطبيب المقبل. هم بحاجة إلى إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم. بهذه الطريقة يمكننا أن نرى أي نوع من التأمين لديهم، أو إذا كانوا قد حضروا إلى هنا من قبل، وهذا يساعد أيضا في إيجاد ملفاتهم بشكل أسرع. وبالطبع أيضا ينبغي تقديم كل التقارير الطبية إذا كان قد ذهب إلى مشفى أو طبيب آخر من قبل. من المهم للمرضى الحفاظ على التقارير الطبية الخاصة بهم وحملها معهم، وهذا يشمل بطاقات التطعيم وسجلات الأمومة والملفات الطبية وصور الأشعة. هذه هي خزانة الأدوية، ويوجد بها أدوية لمعالجة الأمراض الشائعة إلى جانب مواد التضميد. ببساطة، إذا كان شخص ما لديه على سبيل المثال حمى، يمكنه الحصول على الدواء مباشرة من طبيب المخيم. أما الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل القلب أو مرض السكري، سيتم جلب الدواء لهم. مع ذلك، من المهم أن ترى طبيب المخيم في وقت مبكر بما فيه الكفاية، لأنه من الممكن أن يستغرق 7 أيام، وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض القوانين الخاصة. في حالات الأمراض الحادة والشديدة وعند احتياج المريض للذهاب إلى المشفى، يمكنني إعطاء المريض رسالة خاصة للإحالة، أو بما يسمى بال24 ساعة، أو شهادة خاصة للعلاج. وفي حالات الطوارئ سيتم نقل المريض مباشرة إلى المشفى ويتم الاعتناء به. وبكل الأحوال، في حالة الاحتياج إلى مزيد من العلاج بما يتجاوز الرعاية الصحية الأولية، وعلى سبيل المثال في العلاجات الخاصة، المريض يحتاج إلى إذن خاص. عندها فقط يتم تغطية التكاليف من قبل الدولة.
بالرغم من أن هامبورغ قدمت بطاقة صحية إلكترونية للاجئين والتي تختصر بAGK التي من المفترض أن تختصر المدة الزمنية للحصول على الإذن، إلا أن الحصول على البطاقة الصحية قد تستغرق شهورا بالنسبة للاجئين. فمثلا لمقابلة طبيب أخصائي بدون البطاقة الصحية الإلكترونية، المريض يحتاج إلى إحالة من طبيب المخيم، ثم يتم تحديد موعد من خلال السوسيال، ويعتمد هذا على مدى الحاجة الملحة لهذه الحالة. قد ينتظر المريض لأسابيع أو حتى شهور ثم يحصل على تغطية تكاليف العلاج. الآن يمكن المريض مقابلة طبيب أخصائي. وبسبب كل هذا التعقيد قدمت هامبورغ البطاقة الإلكترونية الصحية للاجئين. مع هذه البطاقة الإلكترونية أصبح من الممكن للطبيب المخيم إحالة المريض بشكل فوري إلى طبيب أخصائي أو إلى المشفى، كما يسمح للمريض بأن يختار الطبيب بحرية كاملة. وأخيرا فإنه يسمح أيضا للطباء المخيم بإعطاء الوصفات الطبية للأدوية المتوفرة في الصيدليات. لكن هل الجميع يحق لهم الحصول على بطاقة صحية، ومن أين يمكن الحصول عليها؟ والإجابة على هذه الأسئلة التقينا بدكتور نيسن رئيس قسم الصحة العامة في ألتونا. اللاجئون الذين تم تسجيلهم وفقا لقانون الهجرة والأجانب والمسموح لهم بالبقاء هنا في هامبورغ يحق لهم الحصول على البطاقة الصحية الإلكترونية. وأولئك الذين سوف يتم ترحيلهم إلى دول أخرى لا يحق لهم الحصول على البطاقة الصحية الإلكترونية في هامبورغ. وتستغرق عملية حصول اللاجئين على البطاقة الصحية من 4 إلى 5 أشهر ابتداء من وصول اللاجئين إلى هامبورغ. ببساطة، إذا حصل اللاجئ على حق اللجوء في هامبورغ والسماح له بالبقاء هنا وفي صيغة الكونغشتاين، يحق له الحصول على البطاقة الصحية الإلكترونية، وسيتم تلقائيا إيداع طلب من قبل مكتب الضمان الاجتماعي، حيث يصبح اللاجئ ضمن نظام التأمين الصحي الألماني. بعد الحصول على البطاقة الصحية الإلكترونية يصبح من السهل استخدام النظام الصحي والتأكيد، فجميع اللاجئون يحصلون على المساعدة في الوقت الذي ينتظرون به البطاقة الصحية الإلكترونية، وذلك عن طريق مركز الاستقبال الأولي. فالذين يزورون طبيب المخيم يحصلون على المساعدة، ويتم التعامل بهذه الآلية حتى يحصل اللاجئون على البطاقة الصحية. ولكن لماذا هذا الجهد مع البطاقة الصحية؟ لأن العناية الطبية تعتمد على وضع التأمين الصحي للشخص. في ألمانيا كل شخص يكون مؤمنا بشكل إلزامي، حيث يتم دفع قسط شهري ثابت لشركة التأمين الصحي. أولئك الذين لا يستطيعون تحمل دفع تكاليف التأمين سوف يحصلون على الدعم من قبل الدولة الألمانية. ضمنت الدولة الألمانية الرعاية الطبية للأشخاص العاجزين عن دفع التأمين الصحي على الأقل بالقدر اللازم للحصول على الرعاية الطبية. علاوة على ذلك، هناك قوانين خاصة في حالات الطوارئ. في حالات الإسعاف، أي شخص يحصل على الرعاية الطبية إلى أقصى حد، سواء كان لديه بطاقة صحية أو من دون، سواء كان لاجئا بشكل قانوني أو لا، كحالات ضيق التنفس أو الدوخة أو آلام الصدر أو المعدة أو الإصابات أو الجروح المفتوحة أو الآلام الشديدة، فسوف تتلقى المساعدة الضرورية، سواء كان ذلك في مشفى أو لدى طبيب خاص. Thank you.